لسه مستمرين مع حضراتكم زي ما كنا بنتكلم وبنتابع معاكم. بتستمر فعاليات مبادرة كتف في كتف، المبادرة الأكبر والأضخم على مستوى مصر، اللي بتأتي بالتأكيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي للمساهمة في تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا في مصر، وكمان للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وعشان يكون في مساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات. عن أهداف المبادرة وبعدها الاجتماعي والإنساني بينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. صباح الخير، بنرحب بحضرتك معنا. أستاذ هشام صباح النور يا فندم. يعني بتتابع إزاي كل الجهود المستمرة حتى الآن اللي بيقوم بيها التحالف من خلال مبادرة كتف في كتف، ليه يعني بيسابقوا الزمن قبل رمضان؟ ده احنا قدام يعني انا لا اعتقد ان في دوله في العالم بيحصل فيها ما يجري في مصر، لان احنا اذا يعني هنختار الفاظ او مصطلحات او توصيفات للي بيجري، احنا قدام اكبر رساله طمانه بطول البلاد وعرضها، احنا قدام اكبر يد حنيه تبدد يعني كل صور الخوف من المجتمع والجسد المصري، احنا قدام اكبر حشد خيري منظم بيعتمد على فكره واحده وهدف واحد، احنا قدام اشهار لاكبر حمله عمل خيري في العالم، لانه لا اعتقد يا استاذ هشام واظن ان حضرتك لا تعتقد معايا ان في عمل خيري قادر انه يستهدف 20 30 مليون مواطن. احنا قدام قاعده بيانات بس 37.5 مليون مواطن، احنا قدام 4 الى 5 مليون كرتون الطعام المفروض توصل لاهليها واصحابها ومستحقيها قبل بدايه الشهر الكريم، احنا قدام عمل يستهدف الاطفال والنساء ويستهدف القريه المصريه، بيستهدف كل غير الـ يعني الحاصلين على اكتفاء في هذا الشهر الكريم، وبيستهدف كل الفئات دي يا استاذ احمد، مش في نطاق جغرافي محدد، لا ده في كل مكان في الجمهوريه ومنها كمان المناطق الحدوديه. كلمني عن اهميه الاهتمام بان المبادره تغطي كل هذا يعني الجانب الجغرافي. لا ده انا عايز اقول لحضرتك، اولا انت بتتكلم على مليون كيلومتر، انت بلد مش قليل، انت بتتكلم على 104 مليون و110 مليون نسمه تقريبا، يعني عدد سكان مصر على الاقل في الداخل 104 مليون، بتتكلم على امتداد جغرافي، يعني انت عند حضرتك بلد او محافظه يعني زي الوادي الجديد ده 460 الف كيلومتر، انا مش عايز يعني اعطل حضرتك واقول لك دي تساوي كام دوله من دول ممكن يعني المحيطه، فانت ابتديت من المناطق الحدوديه، شوف واخد يعني مطروح، واخد البحر الاحمر، واخد سيناء، واخد اماكن يعني كانت تشعر في فتره من الفترات بانها تاتي في ترتيب ثانوي او متاخر في ترتيب الدوله المصريه، النهارده تبدا بيها، شوف ضم اطرافك الى حضن الوطن، شوف المشاعر لما تبقى عامله في هذه الاماكن بعد كل هذا الاهتمام، شوف لما تبقى مغطي ان الاهتمام المطالب النوعيه صحيه على اجتماعيه على اقتصاديه مش بس مطالب غذائيه، لما تبقى الارقام داله، لما انت بتتكلم على 5 مليون، يعني هذا التحالف قدم 5 مليون خدمه صحيه وصلت الى 4.9 مليار جنيه منذ انطلاقه، بس احنا ما كملناش سنه لانه انطلق في مارس الماضي، لما بتتكلم على التحالف بيتعامل مع اكثر من 655 معمل وصيدليه و60 اكثر من 60 مستشفى علشان يوفر احتياجات هذه الفئات، انت بتتكلم على يعني لو قلنا رقم ممكن يخض الناس، انت بتتكلم على 252 الف متطوع و151 كانوا السنه اللي فاتت مع 14 الف متطوع دائم وثابت هذا العمل، يعني انت بتتكلم على اكثر من 100 مليون يعني جنيه دفعوا او صرفوا على فلاحين مصريين عشان يعني عائد وحاصل حقولهم يبقى افضل من مما سبق، انت بتتكلم على عمل كبير جدا وضخم جدا. صحيح. انا بتصور انه يستحيل يكون موجود في اي بلد في العالم. يعني بالتاكيد هو عمل كبير وضخم ومهم، واحنا مستمرين دايما في متابعته ومواصله يعني متابعه كل الجهود اللي بتتم. بنشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت على وجودك معنا في هذا الصباح، شكرا جزيلا ليك.